السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا طلاب الصف الخامس الابتدائي، معاكم مستر محمد منصور مندي من قناة اشرح لي. إن شاء الله هندرس مع بعض منهج العلوم للصف الخامس الابتدائي، هنشرح مع بعض المنهج كامل، طبعا هنراجع عليه مع بعض ونحل امتحانات بإذن الله مع بعض. النهاردة إن شاء الله هنبدأ على طول في الوحدة الأولى اللي هي ما يعرف بالطاقة. تعالى كده نبتدي بقى الدرس الاول. قالك الدرس الاول عبارة عن حاجة اسمها الضوء. ايه هو الضوء بقى وايه هي الطاقة اصلا والكلام ده كله، تعالى نشوف مع بعض. قالك الطاقة هي القدرة على بذل الشغل او احداث تغيير. يعني ايه القدرة على بذل الشغل او احداث تغيير؟ يعني حضرتك لو انت كلت هتعرف مثلا تشيل اي حاجة، حضرتك لو ما كلتش مش هتعرف تشيل اي حاجة. يعني مثلا لما بناكلش لفترة طويلة بنقول ايه، الواحد جسمه مهبط، يعني ما عندوش طاقة، ما عنديش طاقة ان انا مثلا اشيل الكرسي، ما عنديش طاقة ان انا اشيل اللاب، لابقى لازم يكون عندي طاقة علشان اعرف اعمل الشغل، بذل الشغل اللي هو ايه، اللي هو تعرف تشيل الكرسي، تعرف تحرك الترابيزة مثلا، تعرف تشيل اللاب. ده الشغل، ده اسمه ده الشغل اللي هو بذل الشغل. يبقى الطاقة اللي انا اقدر اللي انا ابذل شغل، الطاقة اللي انا اقدر اللي انا ابذل شغل او اغير حاجة او احداث تغيير. يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا الكرسي ده مكانه في حتة معينة، انا عاوز اتخره شوية، عاوز اشيله من مكانه خالص، لو انا ما عنديش طاقة عمري ما هعرف اعمل الكلام ده. بالظبط زي العربية، العربية البنزين بتاع العربية يعتبر هو الطاقة، البنزين بتاع العربية يعتبر هو الطاقة. العربية لو ما فيهاش بنزين هتمشي؟ مش هتقدر تمشي. طب لو فيها بنزين هتمشي زي الفل. ليه؟ لأن البنزين ده بيديها طاقة، فبتقدر العربية تعمل شغل أو تعمل إحداث تغيير. طب انا الطاقة ديت عندي لها صور كتير قوي، والطاقة اصلا خدناها في رابعة ابتدائي كمان، عندي صور كتير جدا للطاقة، هناخد اهم الصور بس. عندي زي الطاقة الضوئية اللي هو مثلا زي الضوء او الضوء الشمس مثلا، دي من الطاقة الضوئية. عندي طاقة كهربائية، دي طبعا برضو من انواع الطاقة زي الكهرباء الموجودة عندنا والمصباح الكهربائي والكلام ده كله، بس انا مديلكم مثال على اللي هي دي الاسلاك الكهربائية اللي هي بتوصل لنا الايه، الطاقة. وادي الشمس هي برضو من الطاقة الضوئية اللي هي بتدينا ضوء على كوكب الارض كامل. وعندي برضو الطاقة الحرارية اللي هي زي المصباح الكهربي ده. يا مستر ده المصباح الكهربي ده ايه الحرارة، ايه الطاقة الحرارية اللي فيه؟ لو جيت لمست المصباح الكهربي هتلاقيه بيطلع سخونية، بيطلع حرارة، فانا الطاقة الكهربائية ديت اتحولت الى طاقة ضوئية وطاقة حرارية. يا مستر انت حضرتك قلت اتحولت، اه ما هي الطاقة بتتحول من شيء الى اخر، طاقة تتحول من طاقة الى طاقة اخرى، وده ان شاء الله هناخده مع بعض قدام باذن الله، ان الطاقة بتتحول من حاجة من صورة الى صورة اخرى. يعني انت عندك مثلا الاول ما بتشغل زرار الكهرباء بتلاقي اللمبة اشتغلت، ايه ده؟ ده الطاقة الكهربائية، مش زرار الكهرباء ده طاقة كهربائية، اه اتحول ليه؟ لطاقة ضوئية، الضوء اللي هو اللمبة اشتغلت. طب اللمبة لو انت جيت جنبها هتلاقي في حرارة، يبقى الطاقة الكهربائية اتحولت لطاقة ضوئية وطاقة حرارية. شايف الطاقة بتتحول من صورة إلى صورة أخرى، إن شاء الله الكلام ده هناخده قدام. تعالى بس احنا قلنا الدرس بتاعنا اسمه الضوء، الدرس بتاعنا اسمه الضوء. عندي اهوت مثلا الضوء، ايه هو الضوء ده بقى؟ قال لك هو صورة من صور الطاقة، لسه واخدين الطاقة الضوئية دي صورة من صور الطاقة، يبقى الضوء هو صورة من صور الطاقة والتي يمكن رؤيتها. الضوء ده اللي أنا بقدر أشوف بيه، الضوء ده اللي انا ممكن او بقدر اشوف بيه. ايه هو الطيف المرئي ويسمى بالطيف المرئي؟ الطيف المرئي ده ان شاء الله هناخده بالتفصيل ان شاء الله على اخر الدرس، بس انا عاوزك تعرف بس اسمه ايه، الطيف المرئي. بص انت عندك اهو الضوء داخل اهو، الضوء ابيض اهو، شوف خارج 7 الوان، خارج ل7 الوان. هنعرف الكلام ده كله ان شاء الله في اخر الدرس، هناخده النهارده بس هنعرفه في اخر الدرس. طب مش كده انا عرفت الضوء ان هو صورة من صور الطاقة، وممكن والحاجة اللي انا ممكن بشوف بيها وممكن اسميها بالطيف المرئي. قال لي بقى المصدر الاساسي للضوء على سطح الارض هو الشمس. الشمس المصدر الاساسي والرئيسي للضوء على سطح الارض، هي المصدر الاساسي والرئيسي.
لان طبعا الشمس بتطلع بتنور لينا. طبعا حتى لو انت عملت نور او مصباح كهربي اللي انت ولعت اللمبه وفي ضوء الشمس، ضوء الشمس بيغطي على ضوء اللمبه، فالشمس هي المصدر الرئيسي والاساسي على سطح الارض للضوء. ماشي كده يا شباب؟ طب القمر، القمر ما بينورش، وده احنا خدناه في رابعه ابتدائي ان القمر جسم معتم، خدناه في رابعه ابتدائي ان القمر جسم معتم. امال بينور ليه؟ علشان بيعكس لضوء الشمس، هو انعكاس لضوء الشمس. يعني ايه كلمه انعكاس دي؟ برضو انعكاس دي برضو هناخدها النهارده، يعني برضو هناخدها النهارده. يبقى عندي كده حاجه اسمها الطيف المرئي وعندي حاجه اسمها انعكاس، هناخدهم الاثنين النهارده في تكروم عشان هناخدهم في اخر الدرس. هو انعكاس لضوء الشمس، يعني القمر اللي هو منور ده مش بينور، لا ده القمر جسم معتم. القمر ده جسم معتم، يعني جسم معتم يعني يعني جسم كله اسود ما بيطلعش نور. طب هو منور ليه يا مستر؟ عشان بيعكس ضوء الشمس. طب يعني ايه انعكاس؟ هناخدها في اخر الحصه بس عاوزك تفتكر. قال لي الضوء ده له مصادر، الضوء ده له مصادر، عندي مصادر طبيعية ومصادر بشرية. يعني ايه مصادر؟ يعني بجيبه منين. مصادر دي يعني بجيبه منين، الضوء ده بيجي منين. قال لي الضوء ده بيجي من حاجات طبيعية او حاجات صناعية. يعني ايه طبيعية؟ يعني حاجات من عند ربنا، ربنا هو اللي عاملها لينا، وحاجات صناعية الانسان او احنا البشر اللي عاملينها. يبقى مصادر الضوء حاجات طبيعية، مصادر طبيعية ومصادر صناعية، طبيعية من عند ربنا والصناعية إن الإنسان هو اللي عمل. الطبيعية زي مثلا الشمس دي من عند ربنا، محدش طبعا قادر يصنع، يعني محدش هيعمل شمس. يعني النجوم اللي هي تنور بالليل، وعندي البرق اللي هو بيعمل طبعا ضوء معايا، معايا كده. دي المصادر الطبيعية اللي بتديني ضوء، اللي بتنور لي، المصادر الطبيعية اللي بتنور لي. المصادر الصناعية زي المصباح الكهربي اللي هو طبعا اللمبة اللي عندنا بسميها المصباح الكهربي، الشموع، الشمع طبعا بتنور لما النور بيقطع بنولع كلنا شمع علشان ننور. المصباح الكيروسين، وده كان ايام زمان جدا جدا كانوا بيستخدموا مصباح الكيروسين. مصباح الكيروسين ده عبارة عن زي ما انت شايف كده اللي هو نفس الشكل ده، واللي تحت ده بيبقى بنزين وفي شريط موصل من البنزين لحد اللمبة، لحد هنا في شريط كده، وبولع في الشريط ده بيديني اللي هو الايه الضوء، لان طبعا في بنزين بيوصل كل معايا كده يا شباب. دي حاجه اسمها مصادر الضوء. يبقى مصادر الضوء حاجتين، طبيعيه وبشريه. طبيعيه اللي هي من عند ربنا زي الشمس والنجوم والبرق، صناعيه دي من عند البشر زي المصباح الكهربي والشموع ومصباح الكيروسي. عندي بقى المصباح الكهربي له استخدامات. اه طبعا المصباح الكهربي له استخدامات اللي هو اللي احنا بنولعه. اول حاجه بيستخدم ككشاف البطاريه، بيستخدم ككشاف البطاريه زي ما انت شايف كده اللي هو كشاف اللي احنا برضو لما النور يقطع بيبقى مخزن كهربا وبرضو بنور بيه في الضلمه. ده اول حاجه الكشاف الكهربي. تاني حاجه كشاف السياره اللي هو الكشاف بتاع العربيات، لما السواق او اي حد راكب عربيه بيمشي في طريق بالليل بتلاقيه منور الكشاف اللي قدام علشان طبعا ينور له في الطريق. اعمده الاناره اللي هي الاعمده ديت، طبعا ديت طبعا ما بقاش اكتر منها دلوقتي، بقت كتيره جدا وفي كل مكان، كل ما بتمشي في حته بتلاقي العمود الكهربي عشان برضو بالليل بتلاقيها بتنور عشان تنور لنا الطريق واحنا ماشيين طبعا بتاع العربيات. بيقول لك بقى علل، سؤال علل. لا يعتبر القمر مصدرا من مصادر الضوء. القمر مش بيعتبر مصدر من مصادر الضوء ليه؟ وده اللي انا قلته، عشان القمر جسم معتم بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه. عشان القمر جسم معتم هيعكس ضوء الشمس الساقط عليه. عندي طبعا الضوء له خصائص. اه يبقى احنا خدنا مصادر الضوء وهناخد خصائص الضوء، وهناخد خصائص الايه؟ وهناخد خصائص الضوء. خصائص الضوء قال لي خمسة. هو احنا هناخد الدرس كله على مرة واحدة، عارف اللي هو ممكن يكون كتير عليك، ممكن تقسم الدرس انت، ممكن تسمع نصه وبعد كده تستنى شوية بعد كده تسمع النص التاني، بس احنا هنشرح الدرس كله على مرة واحدة عشان نخلص المنهج مع بعض بسرعة ونلحق نراجع كتير. اما انت زي ما بقول ممكن حضرتك تقسم الدرس على مرتين تلاتة على حسب ما انت تستوعب وعلى حسب ما انت تكون قول انا كده خلاص استكفيت خلاص، عشان ما يدخلش كله ببعضه، هاخد النص ده لوحده واخد النص ده لوحده زي ما انت عايز. وانا عند نص الدرس برضه اقول لك ده نص الدرس، احنا لحد دلوقتي ما خدناش لسه حاجه.
خصائص الضوء، الضوء له خصائص وهناخد الخمسة دول. ان الضوء بيسير فيه خطوط مستقيمة، ان نفاذ الضوء خلال المواد المختلفة، انعكاس الضوء، انكسار الضوء، تحلل الضوء. دي خصائص ايه؟ خصائص الضوء. تعال ناخد اول واحدة كده، خصائص الضوء عندي. بص بقى، ان الضوء يسير في خطوط مستقيم. يعني ايه الضوء يسير في خطوط مستقيم؟ يعني حضرتك لو جبت ليزر، اسهل الحاجات، لو جبت ليزر هتلاقيه ماشي في خط مستقيم ما بيتحركش. لو جبت ليزر هتلاقيه ماشي في خط مستقيم ما بيتحركش. ده زي الليزر اهو عندي. بص ادي فتحة اتنين، ادي عندي الشمعة، مخلي نور الشمعة ديت قصاد الثقب ده والثقب ده والثقب ده لحد ما يوصل للعين. هل العين دي هتشوف هتشوف السمعة ولا الشمعة ولا مش هتشوف؟ طبعا هتشوف الشمعة. فكده ان الضوء بيسير في خطوط مستقيمة. الضوء مش بيحول، لا ده الضوء ماشي في خط مستقيم. وزي ما قلت لك، زي ما تجيب الشمعة، زي ما تجيب الشمعة وتحط قدامها الحائل وقدامها وانت تبص من الاخرم اللي انت عامله، هتلاقي طبعا الشمعة ظاهرة والنور بتاعها ظاهر على خط مستقيم. او تجيب الليزر هتلاقي برضو ماشي على خط مستقيم. بيقول لك بقى، عندما انا درست ان الضوء بيسير في خط مستقيم وفهمت دلوقتي يعني ايه ان الضوء بيسير في خط مستقيم، في ظواهر بتحصل، في حاجات بتحصل استنتجتها لما الضوء سار في خط مستقيم. ايه اللي انا استنتجته لما لقيت ان الضوء بيسير في خط مستقيم؟ اول حاجة قال لك ان الصورة بتتكون باستخدام الثقوب الضيقة، وهناخد دي دلوقتي ونفهمها. تكون الظل، تكون الظل. تعال نشوف واحدة واحدة من دول. اول واحدة عندي ان الضوء ان الصورة بتتكون باستخدام الثقوب الضيقة. لو انا جبت كده صندوق وخرمت فيه خرم صغير، ابعاد صغيرة جدا جدا جدا، الابعاد بتاعته صغيرة، وحطيت شمعة، هبص هلاقي الشمعة بشوفها مقلوبة. هتلاقي الشمعة بتشوفها مقلوبة. الله، مقلوبة ليه يا مستر؟ قال لي علشان يعني دي في حاجة انت تاخدها يعني ان شاء الله لما تكبر، حاجة مش عاوز اقول لك عليها دلوقتي، بس هي ديت ان دي نظرية، هتلاقي ان الشمعة مالها مقلوبة. لو جبت بس تخرم خرم صغير قوي قوي قوي، هتخرم خرم في الصندوق خرم صغير قوي قوي قوي، وهتيجي تبص على الشمعة هتلاقي الشمعة مقلوبة، هتلاقي الشمعة مقلوبة. وديت طبعا كانت الفكرة، يعني بيقول لك عالي الصورة المتكونة في الثقوب الضيقة دائما تكون مقلوبة ومصغرة عشان الضوء بيسير في خطوط مستقيمة. طب يا مستر، ايه الفكرة اللي عملت من دي؟ الفكرة اللي عملت من دي فكرة الكاميرا. الكاميرا مبنية على هذه الفكرة. الكاميرا مبنية على هذه الايه؟ على هذه الفكرة. انت تجيب صندوق وتخرم بيه حتة غريبة أوي أوي أوي، وتروح باصص على الشمعة هتلاقي الشمعة مقلوبة ومصغرة. يعني ايه مصغرة وصغيرة؟ يعني مقلوبة وصغيرة. ودي فكرة عمل الكاميرا، دي فكرة عمل ايه يا شباب؟ الكاميرا. طب ليه يا مستر مقلوبة وصغيرة؟ حاجة اسمها حيود الضوء، هتاخدها لما تكبر، اعرفها زي ما هي كده، لانك انت مش هتاخدها الا في ثانوي، فانت اعرفها زي ما هي كده لحد ما توصل ثانوي وهتعرف، وساعتها هتعرف ايه هو بالظبط ليه الشمعة اتقلبت وليه بقت مقلوبة ومصغرة. ده ما تسألش عليها دلوقتي علشان مش هتعرف تستوعبها، حتى لو استوعبتها هتلاقيها صعبة عليك جدا. فنصيحة مالكش دعوة بيها، اعرفها زي ما هي كده، ان انا لو جبت حائل وحطيت فيه شمعة، او جبت شمعة وخرمت الحائل ده خرم صغير جدا جدا، وجيت بصيت على الشمعة هتلاقيها مقلوبة ومصغرة معايا. وديت فكرة عمل القمر، دي فكرة عمل مين؟ القمر. طب ماشي، دي أول حاجة. عندي واحد اسمه الحسن ابن الهيثم. حسن ابن الهيثم هو أول عالم عربي فسر رؤية الأشياء نتيجة لسكوت الضوء عليها ثم انعكاسه ووصوله إلى عين الشخص. ده عالم عربي هو اللي فسر رؤية الأشياء نتيجة لسكوت الضوء ثم انعكاسه ووصوله إلى عين إيه؟ إلى عين الشخص. لازم نعرفه، ده طبعا عالم عربي اسمه الحسن ابن الهيثم. طب تعالى ناخد تكون الظل. الظل بيتكون ازاي؟ بص تعالى اهو، بص يعني ايه، شايف ده اهو ظل، اهو ظل الراجل، شوف ماشي اهو، ماشي ورا اهو، ادي الظل اهو، بص اهو ده الظل بتاع الراجل اهو. شوف حد بيقول لك ايه، اين ظهر، اين ظهر الظل يا جنى؟ في الجهة المعاكسة لمصدر الضوء. طب ايه هو الظل بقى؟ قال لي هو المساحة المظلمة. الظل ده اللي هو الخيال بتاعك، الظل ده اللي هو الخيال بتاعك. يبقى هو المساحة، الخيال بتاعك بقى بتلاقيه هو
لونه اللي هو اسود، مظلمه، مظلم. يبقى هو المساحه المظلمه التي تتكون خلف الاجسام المعتمه عندما يسكت عليه الضوء. يعني ايه يا مستر خلف الاجسام المعتمه؟ يعني هو انت حضرتك بتشع نور؟ لا، انت جسم معتم، انت حضرتك ما بتنورش. مين اللي بينور؟ انت حضرتك ما بتنورش. يبقى هو مساحه مظلمه، يعني حاجه كده خيال وراق لونه اسود، بتتكون خلف الاجسام المعتمه، بتتكون خلفك الشخص اللي هو المعتم اللي هو ما بينورش. وانت حضرتك مش لمبه عشان تنور يعني؟ هو انت ايه؟ انت جسم معتم عندما يسكت عليه الضوء. لما الضوء يجي عليك، وبالذات بيكون ضوء الشمس، بيكون ظاهر اكبر قوي جدا جدا يعني. قال لي طب ليه بتكون ظل الاجسام المعتمه؟ ليه بيتكون الظل؟ اقول عشان الضوء طبعا بيسير في خطوط مستقيمه، عشان الضوء بيسير في خطوط ايه؟ مستقيمه. وان مساحه الظل بتتغير وموضعه بيتغير، موضع الجسم بالنسبه لمصدر الضوء. بتغير مساحة الظل وموضوعه، بتغير موضع الجسم بالنسبة لمصدر ايه؟ بالنسبة لمصدر الضوء. ماشي كده يا شباب؟ ده كده الايه؟ الظل. تعال ناخد تاني حاجة من خصائص الضوء، اللي هو نفاذ الضوء خلال المواد المختلفة. الضوء بينفذ خلال المواد المختلفة. يعني ايه يا مستر؟ تعال بس نشوف انواع وهفهمها لك واحدة واحدة. قال لي عندي الاجسام 3 انواع، او المواد 3 انواع: اجسام شفافة، نصف شفافة، معتمة. تعالى ناخد واحدة واحدة بقى ونفهمهم بالراحة. أول حاجة الأجسام الشفافة. الجسم الشفاف هي المادة التي يمكن رؤية الأشياء من خلفها بوضوح. يعني حضرتك تشوف اللي وراها بواضح. حضرتك تحط مثلا حاجة وتحط وراها، هتلاقي اللي هو مفيش أي حاجة مخفية. تعالى نشوف مثال. بص مثلا، أدي ديت ورقة شفافة، دي ورقة شفافة، دي ورقة أهي، حطيتها على الصورة ديت. هل الصورة دي اختفت؟ هل نغمشت؟ هل عملت أي حاجة؟ لا، الصورة ظاهرة زي ما هي. الصورة لقيتها ظاهرة زي ما هي، زي ما هي. أو قال لي هي المادة التي تسمح بنفاذ الضوء من خلالها. قال لي هي المادة التي تسمح بنفاذ الضوء من خلالها، يعني بيعدي الضوء، بيعدي الضوء، بيعدي، ما بيقفش. الضوء بيحصل إيه؟ بيعدي، اللي هو مش بيخبي اللي وراه، لا، ده هو اللي وراه بيبقى ظاهر، عايزيني انت مش حاطط حاجه. اللي وراه ظاهر، عايزيني انت مش حاطط حاجه. وادي مثال اكتر للتوضيح. شايفين البلاستيكه ديت اهي، حاططها اهوت على ورقه صفراء او برتقاني اهي. انت دلوقتي هل البلاستيكه اللي انا عملت عليها، او الزجاجه اللي انا عملت عليها ديت، هل مخبيه اللي وراه؟ لا، مش مخبيه اللي وراه، مش مخبيه اللي وراه، ظهرها زي ما هي، ظهرها زي ما هي. دي يبقى اسمه المادة الشفافة، أو الأجسام الشفافة، اللي هي بتشف اللي وراها، اللي وراها زي ما هو، عايزينك مش حطيت عليه حاجة، شايفه عادي جدا جدا جدا. قال لي زي الزجاج اللي أنت، الإزازة، الزجاج اللي هو مثلا الزجاج بتاعنا، لو أنت واحد واقف وراه بتشوفه زي ما هو عادي جدا جدا جدا. الهواء، المية، البلاستيك، لو أنت حطيت واحد ورا المية هتشوفه زي ما هو، مش هتلاقيه غامق ولا هتلاقيه مش شايفه، لا، زي ما هو. ده الجسم الايه؟ الشفاف. تعال نشوف الاجسام نصف الشفافه. قال هي الماده التي يمكن رؤيه الاشياء من خلفها بوضوح اقل من الماده الشفافه. يعني انت هتشوف اللي وراها واضح بس بنسبه قليله، يعني هتلاقي كده متغمي عليه شويه، يعني هتلاقيه متغمي عليه شويه، او اهو زي ما انت شايف. بص، كان الاول الاتنين باينين قوي، شوف بقى ده باين قوي، وده بص باين عامل ازاي، منغمش، الصورة مش واضحة قوي. دي مادة اسمها نصف شفافة، ان الصورة ما بتبقاش واضحة قوي. قال لي او هي المادة التي تسمح بنفاذ بعض الضوء خلالها. شايف اهو وراه، بص اهو، جبت الورقة اهي، دي ورقة الكلك مثلا اهي، بص اللي تحتها ظاهر وباين بس مش باين قوي، منغمش، مش باين قوي، ايه، بنغمش، مش واضح قوي. يبقى هي الماده التي تسمح بنفاذ بعض الضوء خلالها، بعض من الضوء، مش الضوء كله مره، لا، ده بعض الضوء. زي ايه مثلا؟ زي ورق الكلك اللي قدامنا ده، او ورق المناديل، او ورق مين تاني؟ المناديل. يبقى ورق الكلك او ورق مين؟ المناديل. دي جسم نصف شفاف. الاجسام غير الشفافه اللي هي المعتمه، اللي هي مش هيظهر حاجه وراها، هي الماده التي لا يمكن رؤيه الاشياء خلفها. عمرك ما هتشوف اللي وراها، مستحيل ان انت تشوف اللي وراه. شايف اهو، خبى اللي وراه خالص، مش باين،
فين راس الواد؟ مش موجوده. ليه؟ لان دي ماده معتمه، ماده غير شفافه، اللي وراها مش هيبان، اللي وراها مش هيبان. او قال لي هي المواد التي تسمح، لا تسمح. شوف بقى قال لي ايه، لا تسمح. اما المواد الشفافه قال لي تسمح، المواد غير الشفافه قال لي لا تسمح بنفاذ الضوء من خلال. شايف؟ مش مبين اللي تحته، مش مبين، مش مبين خالص. قال لي زي الخشب، الخشب ما بيبينش اللي وراه، ولا الكرتون مش بيبين اللي وراه، الحديد، الالومنيوم، ده كله مش بيبين مين اللي وراه. بعد كده هندخل على خواص الضوء، اللي هو تالت حاجة انعكاس الضوء. نشوف بقى يعني ايه كلمة انعكاس. كلمة انعكاس دي بس لو ناخد بالنا احنا خدناها قبل كده، اللي هو انعكاس في اول الدرس خالص. ايه هو بقى انعكاس الضوء؟ يعني حضرتك لو وقفت قدام مراية هتلاقي نفسك قدامك، لو وقفت قدام مراية هتلاقيك شايف نفسك. طب ليه؟ تعالى نشوف. ده بقى اللي اسمه الانعكاس. قال لي لان الانعكاس هو ارتداد اشعة الضوء، ان الضوء بيرجع تاني، صورتك بترجع تاني عندما تسقط على سطح عاكس. سطح عاكس زي المراية بيعكس الضوء، المراية دي بتعكس الضوء، هو ارتداد. المراية دي هترجع لك الضوء بتاعك تاني، يعني صورتك انت واقف في المراية دي حاجة اسمها سطح عاكس بتعكس الضوء، يعني الضوء رايح لها بيروح راجع تاني. بمعنى ان الضوء مثلا رايح لها كده فيروح راجع تاني كده، شايف؟ الضوء رايح كده فيرجع لها تاني، فده اسمه انعكاس، ارتداد، بترجع تاني أشعة الضوء لما بتقابل سطح عاكس، لما بتقع على سطح عاكس بتروح راجعة تاني. وديت المراية، زي بالظبط مين؟ المراية، زي المراية. الانعكاس بقى عندي منه انواع. عندي اول حاجه اسمها الانعكاس المنتظم. ايه بقى الانعكاس المنتظم ده؟ الانعكاس المنتظم ده اللي هو بينعكس زي المراية، شوف اهو ماشي واحدة واحدة، ادي ده بينزل اهو بيطلع تاني، بينزل بيطلع، ده اسمه انعكاس منتظم، بيرجع تاني الى نفس، يعني ده وسط اهو، ده مثلا سطح الانعكاس وده كله وسط واحد وده كله حاجة واحدة. فبص هو رايح من هنا راح هنا، جاي من هنا جاي هنا، اللي هو ايه؟ انعكاس منتظم، ماشي واحدة بواحدة. وده بيحدث على سطح المرآة الأملس الناعم، على سطح زي المراية اللي عندنا في البيت بالظبط، زي المراية اللي عندنا في البيت بالظبط. عندي حاجة اسمها الانعكاس غير المنتظم، غير المنتظم، شايف؟ أو بص تعالى بقى شوف غير المنتظم ده. قال لي ده بيحدث على الأسطح الخشنة غير الناعمة. بص ده رايح هنا، بص عامل ازاي، وواحد جاي كده، هل ماشي بانتظام زي ده؟ بص انت لو بصيت هنا هتلاقي ده ماشي بانتظام، اما ده ماشي مش منتظم، عشان كده بيحصل تشتت للضوء، عشان كده بيحصل تشتت للضوء. وده طبعا بيبقى على الاسطح الخشن، ده بيبقى على الاسطح مين؟ الخشن. بعد كده عندي من خواص الضوء انكسار الضوء، رابع حاجة اللي هي اللي قبل الاخيرة، انكسار الضوء. ايه بقى انكسار الضوء ده؟ حضرتك لو جبت كوباية فيها مية ورحت حاطط فيها قلم، هتلاقي بصيت على القلم هتلاقيه عامل شكل الانكسار كده، اللي هو زي ما يكون مكسور، زي ما يكون مكسور. طب ليه القلم زي ما يكون مكسور؟ عشان نشوف ده اسمه انكسار الضوء. تعال نشوف ايه هو التعريف عشان نفهمه اكتر. قال لي هو تغير اتجاه الاشعة الضوئية، الاتجاه بتاع الاشعة الضوئية بتتغير، اللي هو الضوء نظرك ليه بيتغير، الأشعة الضوئية اللي هو نظرك ليه بيتغير لما بينتقل من وسط شفاف لوسط آخر شفاف. لما بينتقل من وسط شفاف لوسط، يعني ايه وسط شفاف؟ مش الكوباية دي فيها هوا، ده وسط شفاف، والمية دي وسط شفاف، مش لسه احنا واخدين الأوساط الشفافة والنسبة الشفافة والمعتمة؟ المية وسط شفاف والهواء وسط شفاف. شوف انتقل من وسط شفاف لوسط آخر شفاف، ايه اللي حصل؟ الأشعة الضوئية اللي هي جاية من عينك، عينك ذات نفسها الأشعة اللي خارجة منها علشان تشوف اتحودت شوية، غيرت اتجاهها. فعشان كده انت حضرتك شفت القلم على انه مكسور، عشان كده شفت بقى ليه احنا بنشوف القلم مكسور، عشان الأشعة الضوئية اتنقلت اتغيرت اتجاهها. طب اتغيرت اتجاهها ليه؟ عشان القلم انتقل من وسط شفاف إلى وسط آخر شفاف. بص بقى برضه بيقول لك بيأكد اهو ان انكسار الضوء بيحدث بسبب اختلاف سرعة الضوء في الوسطين، ان سرعة الضوء في المية غير سرعتها في الهواء، مختلفة، صح ولا غلط؟ هل الاتنين متساويين؟ لا طبعا مختلفة.
فده برضو السبب ان سرعة الضوء في الوسطين مالهم مختلفين، عشان كده بيحصل انكسار للضوء. هو بص بيقول لك ايه، ان سرعة الضوء في الهواء دي طبعا كبيرة قوي، بتساوي 3 × 10^8 اكبر من سرعته في المي، اكبر من سرعته في المي. ده حاجة اسمها انكسار الضوء. يبقى عرفنا ليه لما واحد يجي يسألك مثلا باباك او والدتك او حد من اصحابك صغير لسه، قول له بص، يقول لك بص ليه القلم لما بحطه في الميه ببص في الكوبايه من بره بلاقيها على عايزينها مكسوره، قول له علشان ان الاشعه الضوئيه اللي خارجه من عينك حرفت، نور انحرفت او غيرت اتجاهها، عشان القلم مشي من وسط شفاف الى وسط اخر شفاف، والاتنين مختلفين فين؟ في السرعه الضوئيه، في سرعه الضوء او في الكثافه الضوئيه. سرعه الضوء يعني يعتبر زي الكثافه الضوئيه، في اختلاف ما بينهم بس مش مشكله، انت قولهم على انهم الاتنين واحد، سرعه الضوء او الكثافه الضوئيه. ماشي كده يا شباب. اخر حاجه من خواص الضوء معايا اللي هي تحليل الضوء. هو الضوء بيتحلل، شايف؟ بص دي السؤال انا وريت لك في الاول، قلت لك بص الضوء الابيض خارج ل7 الوان، او ده بقى اللي انا قصدي عليه، ان الضوء بيتحلل، ان الضوء الابيض بيتحلل. ضوء الشمس ده هو الضوء الابيض، شوف بيتحلل لكام لون؟ ل7 الوان. ان ضوء الشمس اللي هو الضوء الابيض بيتحلل ل7 الوان. مين هما الالوان دي؟ الاحمر، البرتقالي، الاصفر، الاخضر، الازرق، النيلي، البنفسجي. 7 الوان. ان الضوء الابيض ده بيتحلل ل7 الوان. احمر لازم تحفظه زي اسمك، احمر، برتقالي، اصفر، اخضر، ازرق، نيلي، بنفسجي. لو مش احفظهم بالترتيب، يفضل ان انت تحفظهم بالترتيب، احفظهم بالترتيب عشان هيقابلوك كتير قوي في حياتك، فانت احفظهم بالترتيب، احمر، برتقالي، اصفر، اخضر، ازرق، نيلي، بنفسجي. دي مين؟ دي الالوان الـ7 اللي هو الضوء الابيض بيتحلل الى 7 الوان. طب ماشي، قال لي الضوء الابيض بيتحلل ل7 الوان. طب ازاي بيتحلل ل7 الوان؟ هو ده بقى انا عاوز اعرفه. قال لي اول حاجه باستخدام المنشور الزجاجي او الثلاثي، الزجاجي الثلاثي. فاكرين الطفل المرئي اللي انا قلت لك في الاول؟ اهي الطيف المرئي باستخدام المنشور الزجاجي يتحول الى 7 الوان. 7 الوان دول بسميهم بالضيف المرئي، بسميهم بالطيف المرئي اللي احنا لسه واخدينهم ورا. ماشي كده يا شباب. ممكن استخدم المنشور الزجاجي الثلاثي عشان يحلل لي الضوء الابيض ل7 الوان. ممكن استخدم ايه تاني؟ قطرات الماء الصغيره في الهواء، شويه قطرات الميه الصغيره في الهواء ممكن استخدمها عند سقوط الامطار، زي جوز قزح، شايف جوز قزح اهو، قطرات الماء الصغيرة في الهواء، لما المطر كده بينزل على قطرات الماء الصغيرة في الهواء ديت، بتلاقي ان عندك برضو ال7 الوان اتكونوا. ده اسمه قوس قزح. ايه بقى قوس قزح ده؟ قال لي هو مجموعة من الالوان اللي هم برضو ال7 الوان، هم ال7 الوان، عشان بس ما نفرقش ما بينهم، هم مجموعة من الالوان التي تظهر في السماء عقب سقوط الامطار نتيجة تحلل ضوء الشمس. ليه تحلل ضوء شمس الضوء الابيض بيتحلل ل7 الوان اللي احنا قلنا عليهم كده يا شباب. الدرس الاول كله خلص معانا، وان شاء الله المره الجايه نبدا في الدرس الثاني، واشوفكم على خير المره الجايه، وتابعونا اول باول عشان تستفادوا، علشان ان شاء الله تقفلوا المنهج معانا. والقناه بتنزل معانا طبعا 4 ابتدائي وخمسه ابتدائي وسته ابتدائي والاعدادي كامل والثانوي، طبعا بننزل انجليزي وبننزل دراسات وبننزل رياضه كمان، بين ننزل رياضه للاعدادي، وطبعا برضو بننزل طبعا جغرافيا وتاريخ للثانوي، وكيمياء لثالثه ثانوي، وكيمياء وفيزياء لثانيه ثانوي، بننزل انجليزي لجميع المراحل. فانتوا اعملوا لايك وشير للقناه وسبسكرايب طبعا، علشان طبعا القناه توصل لاكتر وناس تشوفها اكتر علشان يستفيدوا منها باذن الله. واشوفكم المره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.